من الاوائل اللي عرفنا نوصل لهم. احنا معانا دلوقتي من العمرانيه اسلام صبري والحاصل على المركز الثاني مقرر علمي رياضه. اهلا بيك معانا اسلام والف الف مبروك. الله يبارك فيك. وصف لنا بقى انت تلقيت الخبر امبارح ازاي؟ انا كنت طالع من صلاه المغرب فلقيت الباب بيتفتح، لقيت ان مشغلين الناجح يرفع ايده بيرقصوا، ففهمت طبعا كان ده ميعاد ان الوزير يبلغ الاوائل. صحيح. طبعا اتصدمت شويه، اخدت يعني على المستوى للخبر. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انت حاصل على المركز الثاني مقرر علمي رياضه. ايوه. الف الف مبروك يا اسلام. الله يبارك فيك. ناوي على ايه بقى؟ كليه هندسه ان شاء الله. ان شاء الله. تخصصات معينه كان نفسك فيها ولا هندسه وخلاص؟ هندسه وخلاص. لسه بقى ان شاء الله لما تعرف بقى وتحدد اهدافك كمان كلها المستقبليه ان شاء الله. احنا بنبارك لك وبارك للاسره كلها يا اسلام، ودايما كده رافعين اسم مصر مش بس في الثانويه العامه بقى، في حياتكم العلميه كلها والعمليه كمان ان شاء الله. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. شكرا ليك. شكرا.